بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل باقي التمارين للأفعال الخمسة، مثاله في الإعراب. قبل ما نبدأ نعرب، هنأخذ مثاله في الإعراب، موجود في كتاب القواعد. أعرب ما تحته خط. الجملة تقول، الجملة الأولى: العراقيون جميعا يعملون بجد ونشاط من أجل الوطن. الخط تحت يعملون. الجملة الثانية: أيتها المرأة العراقية، يسرني أن تتفوقي في المجالات كافة. الخط تحت تتفوقي. الحل: يعملون فعل مضارع مرفوع، مرفوع لن يسبقه لا أداة نصب ولا جزم، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو جمع فعل. الواو فعل. هذا في المثال المحلول. أن الكلمة الثانية تتفوقي، فقط مطلوب عندنا كلمة تتفوقي. تتفوقي قبل، لازم ننتبه إلى قبل، قبل هذه الكلمة، أن إذا موجود أداة نصب أو أداة جزم، لأنه عندنا هون حذف النون. من محذوف النون لازم ننتبه إلى قبلها، هل هي أداة نصب أم أداة جزم؟ هنا أن هي أداة نصب، فهنا ماذا نقول بالفعل المضارع؟ فعل المضارع منصوب، من سبقته أداة النصب من؟ أن. عندنا أدتين نصب، ما هي؟ أن ولن. أحسنتم، يعني معناته أنه هو منصوب بأداة النصب أن، وعلامة نصبه ما هي علامة نصبه؟ حذف النون، حذف النون، والياء الياء المخاطبة. بعد المثال المحلول في الإعراب نكمل التمرين الخامس. أعرب ما تحته خط. الجملة قالت هند لزميلتها: أنت تجيدين اختيار الأثاث. الخط تحت أنت تجيدين اختيار الأثاث. نعرب أنت. طبعا أنت هي ضمير منفصل مبني على الكسر في محل الرفع مبتدأ، لأن ابتدأنا بها الكلام، هي ضمير منفصل مبني على الكسر في محل الرفع مبتدأ. تجيدين فعل مضارع مرفوع. لماذا مرفوع؟ لأنه لم يسبق أداة نصب أو جزم، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه ماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة، والياء فعل، الياء المخاطبة فعل. بما أنه لدينا فعل مضارع وفاعل هي الياء اختياره، راح أشكل فعل وفاعل مفعولا به، نعم منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. الأثاثي مضاف إليه، مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. كيف علمنا أنه مضاف والبعده مضاف إليه؟ لأن كل اسم نكرة، اختيارة هو اسم نكرة، كل اسم نكرة يأتي بعده اسم معرف إل يصبح معرف الإضافة. هذه أخذناها في الدروس الأولى من في الكتاب، من كتاب القواعد. اختيار هي نكرة معرفة بالإضافة، فالتي يأتي بعدها هو مضاف، يأتي بعدها مضاف إليه مجرور يكون بالكسر. نأتي نكمل الجملة. كما علمنا عربنا في البداية لدينا مبتدأ، إذن أين الخبر؟ الخبر هو سوف يكون الجملة الفعلية تجيدين اختيار الأثاث كلها. هذه هي الجملة الفعلية في محل الرفع، خبر للمبتدأ أنت. والسلام عليكم.